طبعا ما يحتاج اقول لكم الستون هاوس اللي راح ابنيه، بما ان الماركت هنا خلنا نبنيه في هذا المكان. لكن والله يا شباب تعرفون عاد مهندس، فبجيب المسافه هذه كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقه جديده من لعبه بانشت اول منفين. عيالنا يعتبرون هذا اللي تربوا في عزله، نعرف كل واحد من صغره، علمناه وكبر وتوظف والكثير من الوظائف طبعا، يعني باختصار تمرمطوا مساكين وهم ساكتين، فلا بد ان ننتبه لسعادتهم. انا لاحظت صراحه شيء زعلني ان النجمه هذه نقصت، فما يرضيني كمالك او كرئيس المدينه هذه ان عندي ناس زعلانين. وش مزعلكم يا قلبي؟ خبروني بس. غير كذا صحتهم ناقصه يا شباب، فبنيه لهم الهوسبيتال هذا، قالوا لي الهوسبيتال هذا تعرف، فلازم اني احط لهم هوسبيتال محترم على قدهم وعلى كبر هذه المدينه. ارجع واقول المود هذا انا ناكبني يا شباب، وما انصحكم انكم تستخدمون الميني المباني الصغيره هذه، والله العظيم يعني الهوسبيتال هذا ناكبني، والهيرب اللي موجود هناك على اساس انه يجيب الادويه للمدينه ناكبني، هذا الصغير ما ادري اذا يبين عندكم ولا لا، انتاجه جدا ضعيف والناس مرضى. انا حبه حبه جالس اتخلص منهم للامانه، انا مش فيني مسرع يا حبيبي، ريلاكس شويه. خلنا اول شيء نعطيهم امر انهم يزيلون الخشب مثلا. عدد العماله واحد، لا والله شيء ما يرضيني ابدا، انا اقل شيء ارضى كذا خمسه، خصوصا ان ما شاء الله تبارك الله وصل عدد السكان عندنا 41 زائد 7، هذه البالغين اللي هم تحولوا الى طلاب عددهم 6، ف6 41 هذه 47 شخص بالغ عندي في المدينه. فكيف طبعا الهدف اللي انا حاطه 500 زياده صفر خفيف كذا، ونكون انا بالنسبه لي اكون ختمت هذه السلسله. طبعا الجميل في الموضوع يا شباب اني يوم اجي اسوي ايديت يعني كيوتيوبر، انك ترجع للمقطع حقك وترجع تشوف اخطائك ونكباتك وتقول يا اخي ايش العباطه هذه، ليش تسوي هذا الشغل، فمن غير ما تحس فانت تراجع امورك اجباري يوم تسوي ايديت المقطع. احد السخافات هذه واحد الشغلات الحلوه اللي كنت اسويها اللي هو هذا عندكم مثلا وود كتر. كتذكير يا شباب، الوود كتر ايش يسوي؟ اول شيء تبتدي المرحله في الفورستر، الفورستر هذا يزرع ويقصقص في الاشجار يعطينا الخشب اللي هو اللوجز. حلو، اللوجز هذا وين يروح؟ يروح الى الحطاب هذا الوود كتر، الوود كتر يحوله الى فاير وود اللي هو الحطب الصغير اللي يدخل في المباني او البيوت ويدفيهم في الشتاء. جميل، المسافه هذه كلها ليش؟ طيب طيب حط هذا جنبه مش مشكله. الحلو هذا اللي سويته هنا اللي يجيب الاسلحه او اللي يصنع، لا مطفيه بعد، اللي يصنع التولز اللي هو الادوات، ليش راميه هنا؟ هو يحتاج خشب ويحتاج ايرون، ولا مصدر من المصدرين هذا قريب منه. وين المسافات اللي انت مركز فيها؟ فهذا يعني ما ادري وش اقول لكم، في كذا شغله يعني جايب في امها العيد، فان شاء الله اني بحاول ارتب الاوضاع. لو ما شاء الله عليك مطفي الورك شوب الثاني، يعني لو اني ما انتبهت كان الحين اشتكم الادوات، فنشغل الاثنين ما عندي عماله كذا يا شباب انتكبنا والله. طيب بطفي ثالث مزرعه، ولا تدري الفاصوليا والله ما نضحي فيها. خلنا نروح الى الحلوين هذول يا عزيزي الهنتر، راح نطفي واحد منكم. جميل، القادر راح نخليه برضه واحد من واحد كذا، المفروض اني اعطيت نفسي مجال شويه. هذا علامه استفهام، الحين بيجي واحد. وينك يا البلاك سميث؟ ليكون انا متطلباتي ثلاثه البلاك سميث، اي والله ثلاثه. ليه واحد هنا وواحد هنا اللي بينهدم المبنى بعد شوي، هذا الستورج الصغير شغالين فيه له يجيبون الرف تولز، وهذا 79% مش مشكلة، بنحط ستورج، حطينا ستورج ثاني هنا ما زال صفر. شغلة ثانية للبيت هذا ودي ازيله، لان صراحة ساحبين عليه الجماعة مثل ما قلت لكم ما يحبون البيوت المشتركة، كل واحد يبع عائلته الحالة، عندهم خصوصية وانا احترم هذا الشيء فيهم، فمش معقولة يعني الشعبي الراقي انه يسوي شيرنج كذا في المطبخ وشيرنج بين العوائل والحمامات، لا لا لا، نظام العمال هذا المتواضع ما يمشي عندي. طيب الماينر هذه شادة حيلها مسكينة، دقيقة هردسمان مات الله يرحمه، جاء واحد ديليليان ريبليسهم، اوكي في واحد استبدل خذ مكانه. هذا الحلو يوم يكون عندك العمالة ما زال فيه حتى لو كان شخص واحد على طول يروح يمسك الوظيفة الثانية. الشغلة الثانية الهنتر ديد، الله يرحمك يا هنتر، كنت طيب كونستنت، كان اسمه كونستنت والله ما ادري، يتبدلونهم كل شوية على حسب البيوت اللي اقربها. وفي واحد استبدل اللي هو راستن، التوفيق يا راستن، الله الله بالغنايم. تعال الهنتر وش جاب لنا؟ كانوا اثنين، الجلود اهم شيء. تعالوا الفيذر يا شباب، هذا الفيذر اللي هو الريش تقريبا. الفيذر كنت ابحث على موضوع الريدز، لو تذكرون في الحلقه الماضيه كنت اقول يا اخي وش فائده الريدز هذا؟ هذا الريدز اللي هو القصب، ما ادري قصب سكر، المهم انه ينخلط مع الفيذر هذاك ويجيك سرفايفل كوت، طبعا من اسمه سرفايفل يعني كوت رهيب جدا وتدفئه. طبعا انا ساحب على ابو جدهم، هنا في خلل، عندي اربع مزارع المفروض انه اربعه، وهنا المفروض انه واحد من واحد، فالكوت هذا انا ساحب عليهم مثل ما انتم شايفين، ودي اضبطهم تظبيط حلو، يعني ادائي هذا اللي تشوفونه كله لين الحين في ال 15 سنة هذه اللي تشوفونها سيء جدا في موسم الشتاء، كان موسم الشتاء عندهم اجازة، اتوقع قلت لكم هذا في الحلقة الماضية. الستون ما شاء الله عندي 400، يمكن اني موصيهم يجيبون لي ستون ولا شيء، خلنا نكنسل.
ولا الذيبان هذا شغال والله ما شاء الله 82 في الموسم الماضي، وهذه اللي طفيتها وجيب 37. هذا شكلي بلغيها بالمرة. قبل لا نسوي الغاء خلنا ننقص واحد من هذا، والحين نسوي لها الغاء عشان ما تجي علامة استفهام عند الحلوة هذه، تصير وركر ليبر وهي مستانسة. ليه الهيلث 74 عمرها كانت في المنجم؟ شوفوا المرجلة يا شباب ايش دخل المرجلة. طبعا واضح من الحشرة اللي انا فيها اني احتاج بيوت من غير حتى ندخل مركز المدينة، الامر واضح جدا. Nomads has arrived at the town hall. وينهم؟ تعليم 35%. هل اقبل النومادز يا شباب؟ والله اني اتمنى انهم يزيدون عن الثلاثة، لان نسبة التعليم سيئة عندي ومش ناقص متنحين زيادة. هذا النومادز 8 تغلاه يا اخي، والله انا محشور للامانه، فراح نقبل نتوكل على الله. اتمنى ان من الثمانيه هذول اقل شيء ثلاثه واربع طلاب نصهم، يعني اطفال بحيث اني اقدر ادرسهم واحولهم اديوكيتد. ركزوا هنا 40 7 6 7 طلاب و6 اطفال عمرهم تحت العشرة. 40 7 6 زادوا ثلاثه اطفال، حلو الحمد لله، ثلاثه اطفال وخمسه بالغين. الشغله الاولى راح ابني بيوت في هذه المنطقه، لان المصانع هنا بيصير اعاده ترتيب فيها. طبعا ما يحتاج اقول لكم الستون هاوس اللي راح ابنيه، بما ان الماركت هنا خلنا نبنيه في هذا المكان. لكن والله يا شباب تعرفون عاد مهندس، فبجيب المسافه هذه كلها اللي هي من هنا وبشوف الوسط حقها بحيث اني احط 9 مباني. المتر هذا دائما يا شباب لازم انه يكون جنبي، تعرفون الهندسه ما هي ببلاش جايبها. ممكن اذا انت ما عندك متر مش مشكله، هات الرود هذا واسحب، بيقول لك كم مربع موجود هنا، 33 مثلا او 34. 34 تقسيم 2 17، يعني تقريبا قرابه السنتر لو سحبنا من هنا مش مشكله. ودي اسوي الحركه هذيك اللي تعرفونها في انو، السلسله هذيك اللي لعبتها، كانوا 9 بيوت كذا جنب بعض بالطريقه هذه. طبعا ما راح ابنيهم كلهم، نسوي لهم ستوب بس عشان نخطط المدينه. هنا بتكون 3 بيوت تقريبا، انها بتكون كافيه، بس البريك هذا بيكون مزعجهم فبسحبه هنا. الود كتر قلنا بننقله في هذا المكان قريب الفورستر، بحيث انه يجيه الخشب طازج وعلى طول هو يقصقص يحوله فاير وود وعلى طول يروح الى البيوت، فبرضه قريب على البيوت. خطه جميله جدا. البيت الواحد يتطلب 40 ستون، حلو يعني 120 درهم في 3 بيوت. هذه المصنع هذا ان شاء الله لسه ما بدوا فيه، حلو لسه ما بدوا فيه، خلينا نلغيه ونلغي الجميل هذا نحولهم الى عماله. الكلي هذا الاثنين نفس الوظيفه، بس بقول له هذا جيب لي ريدز وراح ابني واحد ثاني للكلي. اتوقع الكلي جمعنا كفايه. قبل لا اطفيه خلنا بتاكد، اروح انفنتوري كوانتيتي كلي 52. المبنى هذا كان يتطلب كم؟ حذفته تقريبا كان هنا 60 كلي، 60 يعني ناقصنا 10، مش مشكله هذا الحاله بيكون كافي ووافي. وراح نحول هذا الى الريدز عشان الملابس مثل ما قلت لكم، بس الملابس السرفايف اللي اقول لكم عليها ما راح تنبني عند هذول الحلوين، لانهم تيني وركشوب ابو 10 خشبات، فبنروح المصانع اللي هي تجي مع اللعبه كذا اساسيه. هذا الملابس تيلر، يا سلام تيلر جميل. هنا ممكن اسوي الحداد الكبير اللي جاي مع اللعبه، وبعدين بنلغي الاثنين الحدادين هذول نخليه مبنى واحد، انتاجه متوقع بيكون افضل. والخياط هذا مبنى واحد بيكون في هذا المكان قريب من المدينه هذه. 50 ستون الظالم. طيب ايش متطلباته؟ قلنا بيتطلب الريدز اللي بيجيني من هنا، وبيتطلب الليذل اللي بيجيني من الهنتر هناك. طيب انا عندي فكره ثانيه، نرميه هنا وبنخلي واحد هنا للريدز في هذا المكان، والهنتر مش بعيد منه. وبعدين المنطقه هذه تقريبا بين المنطقتين، يعني تقدر تقول للاسف هذه الاماكن ما تسع له. جميل، نوصل له شارع. والحداد، الحداد برضه الرسمي اللي يجي مع اللعبه ستوك، بنحطه في هذا المكان لانه يحتاج الايرون، والايرون مصادر الايرون في هذه المنطقه. خله وراء مباني هذا، حلو. ولازمه تقريبا فاير وود ثاني. حبايبي الثمانيه خلهم كلهم عماله 9، وقولهم فضوا لي هالمنطقه من الاشجار. كوني من هذا قبل انسى. وش صار معنا على اللمبر؟ 84 حلو. الكلي 54، 322 الايرون الخام، ستون 400، الفاصوليا 2000، بطاط 5000. ما في تجار، في احد مات، عندي اطفال خلقوا، وفي واحد مات اللي هو الليبر عمره وصل الى 80 الله يرحمك. على فكرة السعادة هذه يا شباب بسبب موت اللي قربون لهم. اي والله يوم تكون في وفيات في العائلة، مثلا عائلة الهنتر يوم توفى واحد منهم قبل شوي، فكلهم الهابينس راح يقل، لين ما احط لهم مقبرة يصيرون يقدرون يزورون القريب هذا لهم اللي كان احد افراد عائلتهم. فمثل ما قلت لكم انا ما يرضيني الوضع كذا. وين حق اللعبة ستوك؟ هذا هو تقريبا سعادتهم في هذا المكان، هذا هو. خلنا نستغل المكان هذا بما انها مسكر بالستوك بايل. 7 في 10 مقبرة تكفيكم. كان ممكن احطها على اطلالة البحر في هذا المكان مثلا. اوكي دخل علينا الشتاء، باذن الله هذا اخر شتاء يكون
من غير ملابس. هذا بدا يجمع لنا الريدز والتيلر، وهذا مفروض انه يخلص هذا الموسم. وانا بنيته هنا، سوي انكريس. هو شوف تغير المكان جميل، لانه يجمع القصب هذا. والله عجبني هذا الافكت فيه، هذا راح ممكن الغيه بعدين، خليهم كلهم نفس هذا الشكل. عاجبني. والدب هذا ناشب لي هنا، الا ولا بيطير واحد. ما شاء الله بكم ستودنت بورن بورن بورن، كلهم ثلاث مواليد جديده واثنين طلاب. وضعنا كذا مستقر. طبعا اذكركم ان لازم تنتبه لموضوع الطلاب، وتنتبه لموضوع الاطفال اللي لسه ما وصل عمرهم 10. هذا لما بين 10 و20 عمرهم، بعدين فوق ال20 يصيرون عمال متعلمين فوق ال20 سنه. فانت لازم تشوف او تكون حريص ان يوم يموتون هذا تكون فيها اجيال ثانيه وراهم، انت مضبط اوضاعهم. ما شاء الله هنا خلص ترتيب البيوت، خلنا نحط واحد مهندس ما شاء الله 11 عامل كانوا. الاكل راح ينقص وهذا شيء طبيعي. يا اخي هذا المفرقعهم في الاماكن هذه، حس كان فيه مكان افضل اني اطيرهم مثلا هنا. ما شاء الله اثنين تجار جونا، اللهم اجعله خير. الاول ايش عنده؟ كانون. يا ساتر، معقوله نحتاج الاسلحه؟ مدفع يا شباب، سعره ب 40 يعني تقريبا لها اهميه. خلنا نشتري منه اثنين. الكانتينز يقول لك مخزن عسكري او مقصف. يا ساتر، هذا اغراضه كلها بلاوي. 52 كم يطلع عليه؟ كلها 600. شيل 600 بطال، 684. طيب تريد والاوردر، والله مثل ما تلاحظون كل شيء جاب لي هو اول ثلاث شغلات. هذه نوبل ارمر، رويال ارمر، هذه ملابس ممكن يلبسونها، رويال ويبن. ايش يحتاجون فيها الاسلحه هذه؟ انا ما وصلت المرحله اني اتقاتل مع احد يا شباب. اما في حروب جيب لي اي شيء، جيب لي من هذا كلهم. والله هذا ورا راسه مصايب. يلا دسمس، خلينا نشوف اللي بعدك. هذا جايب لي سوب، شربه خضروات. يا سلام عليك يا رايق، اعطني واحد. ننوع لاعزائنا الكرام اللي بدت سعادتهم تنقص. وعنده جنجر بريد، خبز بنكهه الزنجبيل. ما ادري اذا تلاحظون صوتي منتهي، ترى اليوم صحيت، سامحوني على هذا الشيء. والله اني اصبحت جسمي مكسر حتى ما داومت ولا قدرت اتحرك مكاني، لكن جمعنا شويه طاقه نجهز الحلقه حق بكره قبل لا اوصل لمرحله بعدين من جد ما اقدر اصور. فان شاء الله اتمنى انها ما هي بكورونا، وانها مساله تغيير جو وتروح سري سري. فاذا شفتوني غبت هذا اللي انتم عرفتوا. الله لا يروينا ولا يرويكم مكروه. نسوي له تريد 1000، اشترنا السوب مسوب، يعني تقريبا تاجرت من اكل لاكل فالامور طيبه. هذا ليش لسه واقف؟ جايب لي 500. وات، بعت له 1000، اشتريت حبتين بس، اشتريت باثنين يا شباب، اعطيته 1000. يا نكبه النكبه، لا تجلس تسولف. كم مره اقول لك لا تجلس تسولف؟ انتاج موسم كامل للمزرعه طيرته بسبب سواليفي. يا نكبه النكبه، خلاص اشتري 200 من هذا و200 من هذا، 400 بيري تريد. والله قهر اقسم بالله، انقلع، حتى الاوردر ما شيكته. الله يخرب بيته، والله نكد علي يا اخي. نزيد المهندسين، نخليهم ثلاثه ينجزون لنا في المباني. ما شاء الله جايب اخوك، شكلها اليوم بينا كل واحد يا الربع. طيب مثل ما قلنا الوود كثر بيكون في هذا المكان المفترض. اوه في ميني فورستر في هذا المكان صغير نسيته، ما علي راح اخليه فتره. ما شاء الله رغم اني طفيت مصادر الاكل الا ان الاكل اموره طيبه. 10010 رقم مميز. عندي عدد كويس صراحه، برجع بشغل الايرون عشان لا ننتكب موضوع التولز. 12 مره قليل. الريدز صار 36 عندنا، جميل. ممكن نحول واحد للملابس اول ما يخلص الخياط هذا، المهندس شغال عليه. والايرون مثل ما تشوفون واقف، يعني الحدادين اثنين واقفين هذا وهذا على ان ما في ايرون. وهذا يشتكي يقول لي ما في فاير وود. عندنا 52 خشب هنا، فواضح ان هذا مش ملحق. في هذه الحاله راح احط وود كتر ثاني ممكن يكون مقابله. هذا لو يوخر شوي هنا يا ريت، فيه مساله الازاحه، ازاحه المباني. وحط الثاني اخوه جنبه، الوضع ما يسمح لي اني اهدم. بخليه مقابل اخوه والغي الاستوكبايل هذا اوريدي فاضي. وسريع سريع يلتغي، حركه افضل. وهذا الشتاء الثاني دخل علينا ما شاء الله. حلو، خلص التيلر، الخياط يا عزيزنا الخياط، نبغى تكفى سرفايفل. هذا هو سرفايفل ريدز وفيذر، جميل جدا جدا. في الشتاء بيكون عندنا انجاز كبير. شوفوا عندكم انواع كثير والله مره. في كلود، في ماده اسمها الكلود، هذه ذكرني بالساند دي بصراحه، الازرق هذاك. في بف كوت، ما ادري ايش اللي يتطلب، كيور ديزل
يعني جلد معالج، وهذا يطلب كلود زائد الفيذر اللي هو الريش اللي يجي من الهنتر. حلو، هذا ريش وريدز، اتوقع هذا المصدرين افضل. طيب عندنا لا تنسون ان الخرفان هذول بعد ما يوصلون للسبعة راح يعطونا الول، وهذا ممكن بعد نوع ثاني اللي هو البي كوت. والله ما اعرف اي واحد افضل، ممكن نسوي بحث عليه بعدين. وفيه الفول سوت لين، في مواد كثير للامانه، تنبيهات كثير، ريسيرف اوف تول. التول خلص، هذه النكبه، هذه النكبه ورب الكعبه اللي خايف منها. طيب سوي لنا تولز من الخشب، اهم شيء لا يوقفون يا جماعه، ما يجلسون يكسرون بيداتهم. يلا مع الانتاج رجع 6000 من 10000. هذا الوود كتر فيه ثلاثه من ثلاثه شغالين هنا، وهنا مفروض ثلاثة، أو ما عندك أعمال كافين، بس بقدر أحط اثنين. النقص من البيلدرز اثنين بيلدر، وهنا ثلاثة من ثلاثة، يعني هنا ستة وهنا تسعة بيصيرون بعدين. السابع موجود هنا في اللمبر، اللمبر ممكن نطفيه أو نحوله إلى فاير وود. خلنا نعبي الفاير وود، نسوي له ليمت عشان أتذكره. هذا هو الفيول أصلاً، أوريدي 500 شت، 500 ما وصلتهم. يا ساتر يا الوفيات، تون كتر مات، والفيزيكيان من فيزيكيان هذا مات، وصل عمره إلى 80. ما أدري المقبرة خلصت ولا بعدها. هذه يبنون فيها، ما شاء الله إنتاجنا كويس. ممكن أحط أكثر من خياط هنا، لا بس واحد من واحد كافي إن شاء الله للمدينة كلها، بس مسألة وقت. الوود كتر هذا خلص، راح نضيف فيه واحد للبيوت هذه. هو على حسب ما أذكر إن الفورستر كامل إذا كانوا شغالين فيه أربع وود كتر واحد كافيهم، فهذه تجربة وراح نشوف. طيب هذا المكان فضاء، قلنا بنجيب البريك هنا، هذا هو. حلو، مصدر الزعاج حقه بيكون نصه في البحر، هذا هدفي. ستوك بايل مخرب. طيب طيرنا الستوك بايل ونصير نحطه، شوف الدائرة كيف ما توصل البيوت، يعني تقريبا في هذا المكان في واحد بنيته هنا. لا شور هاوس هذا اللي يجيب الريدز، بخليه هنا قريب ان شاء الله انه يوسعه المكان. ايوه جنب الصيادين بالضبط، جميل جدا مكانه، جميل. راح يوسع بيوت هنا جديدة، طبعا ستون ما يحتاج يقول لكم. في حشرة في هذا المكان، انا هذا الخيول لازم اطيرها، بنحطها في هذا المكان. عندنا سعة كبيرة من البيوت نقدر نبنيها، اما وود كتر هنا لا، خلاص 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 كنسل. ستون هاوس زيادة هنا ضروري جدا. هذا الاسطبل بنجيب فيه الخيول، وهذا بنطفيه امتي. هلا بالتاجر، وش جايبنا يا حلو؟ بلت كلودينج، ملابس 15 اللبس الواحد، والله رخيص. في سيدز، يا سلام يا سلام يا سلام، 3000 سيدز ويقبل بطاط. حلو، تركيزنا اول شيء بيكون في السيدز قبل الملابس. حبه واحده جايب البيلدينج سبلايز، هذا اقدر اجيبه انا اتذكر، متطلبات بعض المباني ما تقدر تبنيها الا بهذا. طيب السيدز، الابريكوت، الابريكوت اللي هو المشمش، يا عيني يا المشمش، للاسف لو ابيع كل شيء ما راح تجيب، فخلنا نقول هنا 1500 يجيبنا من البلاك بيري. اللمبر بكم بمديع؟ خلنا نحط 50 حبه، والبطاط برضو راح اخليها 1500 او حتى احتياط باخذيها 2000. هذا رغم انه ماخذين مساحته صراحه، بس انه شغال زي الفل. شخص واحد يجيب لي ستون قرابة 60 في السنه او في الموسم الواحد، والله انجاز. ممكن اسحبها شوي وراه كذا، سوي لنا جسر صغير هنا. حلو، جابوا لي 2000 بطاط سريع سريع، السلام عليكم. وهنا 8 4 6 من هذا السمك، ما ودي ابيعه. اللمبر الواحد بأربعة، عطنا السيدز اول شيء، نشتري منك 3000 من 3000. حلو، تريد، اشترنا السيدز. الموسم الجاي نقول لهم افا يا اخي، انا اتذكر حتى في الحلقه الثانيه اشتريت سيدز وما لقيته. الظاهر هذا في الاورشارد تقريبا، المبنى الثاني راح ارويكم اياه بعد شوي. خلنا نجي للسي سي بعد بنساه، نفس هذيك المره، هذه نفس المزرعه تنزرع فيها هذه الامور. خلنا نقول 15 في 10 في هذا المكان. حلوين حلوين، راح نجربه. قلنا في ملابس عنده 12 راح نشتريهم بعد، نبيع على 300 من نشتريها بالبلاك بيري. هذا ما ادري وش فائدته بس راح نشتريه، وهذا برضو البيسون كاتس ما ادري وش فائدته بنشتريه. البيلدينج سبلايز ما راح اشتريه، راح اصنع المصنع حقه اللي يجيبه، مع انه يبيع للواحد بدولار واحد، لكن برضو ما نحتاجه. 255 بلاك بيري يجيب لنا المنتجات هذه كلها. ايش نقدر نوصيه؟ هذا الاكسيا سيت اللي اشترته تقريبا في الحلقه الثانيه، اتوقع راح نحتاجه في الاورشارد وراح نشوفه بعد شوي. في كوفي سيدز، كورن مهم، اتوقع عشان صحتهم لازم ياكلون الويت، في اكلات معينه تزيد صحتهم. هذا ويت سيدز، ان شاء الله انه يجيبه يا رب. ووتر ميلون، ودي اشوف الحبحب او البطيخ وهم يزرعون. الفاصوليا تقريبا نبته عاديه، ما في شيء مميز في المبنى حقها. تولز لسه ما ارتفع، في شيء غريب يا اخي. 9 منهم يطالبوني بالتولز. البلاك سميث خلص ونسيته، اقدر احط 2؟ لا ما اقدر. لوج زائد ايرون، شوفوا هذا الستيل اللي اقصده، لوج وايرون وكول. خلنا نسوي واحد لوج وواحد ستون. في ستون تولز نجربها، عندنا ستونز كفايه مع واحد خشب، بس مصانع الايرون مفروض انها منتجت لي كويس. مؤقتا نطلع ستون افضل من الودن، يعني حاليا عندي 3 حدادين على فكره يشتغلون. هذا يشتكي من التولز، هذه الكارثه، ما عنده تولز، بيجي للسنه كامله من غير التولز. شوفوا انا مسرع الوقت يا شباب،
ضرب 5. شو هذا كم بيطول عشان يجيب لي شوية تولز. معنا هذا ضرب 5. الأكل 3800 أتوقع قبل لا أنتكب. خلنا نرجع واحد من القادر. هذا وش هو؟ سويت رستوب ستون هاوس. أنا بحتاج رصة بيوت. الهيربستر قلنا بنطيره بنحط هيربستر محترم اللي هو بدون المود. هذا هيربستر مبنى رئيسي 30 و12 من الستون. راح نلغي هذا المبنى ونحط هذا. شوف الدائرة حقها شكبرها. بنقربه شوي من المدينة. الهوسبيتال نبدين لهم الهوسبيتال الكبير مرة واحدة. صراحة ودي أبنيه عشان ما أنسى هذا مبنى الهوسبيتال. أكيد في المود لو أجلس أدور بحصل هذه كنيسة بدري عليهم. بنحط الهوسبيتال. انا متاكد ان في المود راح احصل افضل من هذا الهوسبيتال، ولكن ما لها رينج. اتوقع هذا المكان بيناسبها كثير، او ممكن جنب المدرسه. 40 لمبر. اوكي خلنا نبنيها في المكان. راح نسوي لها ستوب قدام شوي بس نتذكر. وهذا الستوك باي نخليه مكانه. والمصنع هذا الكلي خلص. اوكي حلوين. هذا يجمع ريدز راح نحوله الى كلي، وهذا نحولها الى كلي. لين راح نحتاج كثير. مجرد ما نخلص البريك ستيشن وصلني تاجر. وفي عندي 2 اطفال انولدوا، واحد تحول الى ستودنت وجاني هذا التاجر. ما شاء الله يعني 10 و10 عندنا 20 من الجيل الجاي. وهذا لسه ما بنيت البيوت، فضروري جدا اني ما استاجل في البيوت. هذا البيوت من اللي سكن فيها فورستر الصغير. هذا يروح لمه هناك، وهذا يروح لمه هنا. يبقى لنا رصة بيوت بس من باب التنظيم. الأكل 1500 يا شباب، وأنا ما زلت أبغى أبني بيوت. شوفوا كيف النكبة بتبدأ. الحلقة هذه كلها أنا شكلي مشيها ضرب 5، نسيت السالفة. الفاير وود بدأ يزيد عندي بشكل كبير. راح أطفي هذا. لا 3 من 3. وكذا كذا ناوي أنا كنسل المبنى هذا. هذا المبنى ودي أخليه بيوت. أوكي هذا يسألني نكنسل هذا الشغل، المفروض أنه تنحل المشكلة. هذا 1 من 1. هذا ننتقل الخيول إلى هذا المكان. هذا راح نحذفه. الحين 4 العمال راح نرجع نشغل هذا للموسم الجاي. طبعا حاليا نهاية الشتاء، راح اخليهم 6، واحد شغال هنا واحد شغال هنا. نرجع نعدل اوضاعنا في موضوع الاكل. احس ان انجزنا في هذه الحلقة شوي، رغم ان صوتي منتهي العفو منكم. الهنتر والقذرة راح اخليهم شوي. شو 10000 كيف فادتني؟ تحركنا شوي، سوينا كم من شغلة. في بيوت نحتاجها ضروري جدا تكون جنب الفورستر. في بيت بنيته المفروض انه هو ياخذه، لان ما اريد هذا يضرب مشوار لين هناك. مساله البيوت اكيد تحتاج لها ترتيبات، لكن انت مضطر انك تنتظر حبه حبه. ويوم تبني ما تبني البيوت كلها وترتب اوضاعهم كلهم في وقت واحد. شوف الهنتر والقذر بيوتهم قريبه. الفورستر طافي. الهيربلست لسه ما بنى، اقصر شويه خشب. هذا راح اطفيه عشان تجينا علامة استفهام عند هذا، أو أول ما يخلص هذا على طول يروح هذا يتوظف، يسوي له إلقاء. وراح أعطيهم أمر تجميع أشجار في هذه المنطقة عشان بداية الحلقة الجاية تكون الأوضاع مستتبة. هذه كانت نهاية حلقتنا يا شباب. العفو منكم على الصوت مرة ثانية. إن شاء الله أنكم استمتعتوا في هذه الحلقة. نشوفكم إن شاء الله على خير في الحلقة الجاية. أشكر منتسبين القناة، والشكر موصول لكل من دعمني بلايك كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.